سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، وتكونوا يا ربي جميعا في صحة وعافية. وجيت لكم فكرة جديدة اليوم ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، اللي هي الصلصات ديال مجموعة ديال الصلصات ديال الشلايد اللي كنديرو في الشلايد، واللي كنديرو في السندويشات، واللي كنقدمو مع الحوت مشوي، مع الدجاج مشوي، مع الحوت في الفران. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، جربوها، جربوا وحده ولا جوج ولا جربوهم كلهم، المهم راه كلهم ما تقدروش تستغناو عليهم الا جربتوهم. فيهم صلصه حاره اللي ممكن تعوضيها بالصلصه ديال الطاكوس وديال الشاورما ديال السندويشات كلهم، وصلصه مالحه اللي فيها ثومه وربيع كتجي بنينه ولذيذه بزاف. جربوها، انا شخصيا كتعجبني بزاف. والصلصه الكلاسيكيه ديال المايونيز العادي اللي معروفه زوينه بزاف الطريقه اللي كندير. وعندكم الصلصه الحلوه اللي كتدار في شلايط، هي كتجي بنينه بنينه بزاف البنات. وصلصه حامضه بالزيتون وبالزعتر، حتى هي ما نعاود لكمش عليها، تبعوني. غنبدا معكم اول حاجه هي الصلصه الكلاسيكيه اللي معروفه ديال المايونيز اللي كنديرو في جميع شلايط، واللي معروفه كنديرو في الرز، كنديروها في كل شيء. اول حاجه غادي نبدا بها، عندنا الخلاط الكهربائي، ندير فيه بيضه وحده، ندير فيه قبيصه ديال الملحه حسب الذوق. هذه الصلصه العاديه الكلاسيكيه، غندير فيه جوج معالق ديال الحامض. ممكن ديروا الخل، ولكن الحامض كيجي لذيذ، كيجي بنين على الخل. غندير فيها جوج معالق كبار ديال الحامض، نحيد العظومة، والحموضة راه ممكن تحكمي فيها، إلا كتعجبك الحموضة ممكن تزيدي الخل، ممكن تنقصيه. وغادي ندير غادي نديرها في الخلاط الكهربائي تضرب واحد جوج دقائق، ومن بعد غادي نزيد ليها الزيت الرومي، يعني نستعملو فيها الزيت الرومي. كاين اللي غيبغي يستعمل الزيت البلديه، ولكن كتجي شويه قاصحه، كتجي شويه قاصحه. غادي نستعملو في الخلاط الكهربائي، والان كنعتذر على الصوت اللي ضروري منو، غنبقى نبداو نزيدو في الزيت الرومية خويط بخويط حتى تعقد. هذه الصلصة الكلاسيكية العادية اللي كنستعملو عادة، هذه هي اللي غنبنيو عليها جميع هاد النكهات. شوف لي حجابي غطي العيوب، سيد الطالب شوف لي حجابي صفي القلوب، سيد الطالب شوف لي حجابي غطي العيوب. سعدي مات مع البلاد. غادي نشوفو الصلصة ديالنا واش عقدات، نذوقوها ونشوفو واش هي هاديك في المذاق. هانتوما البنات، هذا هو المايونيز ديالنا الكلاسيكي العادي، راه تقريبا ما هداش لينا حتى كاس ديال الزيت. هذا هو مايونيز اللي كنعرفو كلنا جميعا، كيجي خاطر بحال الفرماج. نتي كتحكمي في الخطوريه ديالو، الا كثرتي ليه الزيت راه كيولي ثقيل الا نقصتيها. هاهو كتشوفوا قدام عينيكم، هذا مايونيز كلاسيكي عادي. غادي نستعملوه في ديك الشلاضه ديال الطون، غادي نستعملو، غادي ندير معكم بارطاجي معكم بزاف ديال المقبلات اللي غادي نحتاجو فيها هذا المايونيز هذا كما كتشوفوا. جميع هذا هو الاساس، وعليه غادي نبنيو جميع النكهات اللي جايين كما كتشوفوا. ها انتم
هو مايونيز ديالنا. ودابا البنات غندوزو للصلصه الثانيه اللي غالبا غنستعملوها حتى هي مع الشلاضه اللي كيكون فيها الحوت والطوم والدجاج، داكشي على حسب المذاق ولا هو المذاق اللي كيعجبو. غادي نحتاجو فيها بيضه كما العاده، ممكن تفصلي البيض على صفر، ولكن انا كنبارطاجي معكم الطريقه ديالي اللي انا كنستعمل واللي هي بسيطه وسهله وما معقداش، مليحه حسب الذوق. جوج معلقة ديال الحامض، دائما نحيدو العظم لانه يطلق لينا المروره. هاد الصلصه هادي دابا اللي غنحضر من الد ما يكون، غادي ليده بزاف، غير جربوها. راس ديال الثومه ومعلقه صغيره ديال لاموطارد، وغادي نضربهم شويه، عاد من بعد غادي نضيف شويه ديال المعدنوس والقزبر. الدرجه اللي بغيت فيها الختوريه ديالو. الان غادي نضيف ليه القزبر والمعدنوس، ما ضفتوش في الاول لانني الا ضفتو في الاول غادي يولي عندي هذا الخليط خضر بزاف بحال مصبوغ، وما غاديش تبان النكهه ديال هذا الاعشاب. هذه غادي نقص منها شويه لان الوليدات ما كيبغوهاش ليا في سميتو. نضيف القزبر والمعدنوس، غنضرب جوج ضربات وصافي. اخيرا هو المايونيز ديالنا منسم بالاعشاب، القزبر ومعدنوس. ها هو المايونيز ديالنا كما كتشوفوا، منسم بالثومه ولا مطارد والقزبر ومعدنوس، راه كيجي لذيذ بزاف. غير جربوه على حسابي، ما نعطيكم شي حاجه، كلشي هادشي قدام عينيكم. هاد الصلصات غادي نبدا نستعملهم معكم في لي صالاد وفي هادشي، علاش سبقت بهم هما الاولين باش ملي نبداو نستعملهم في التقديم ما يكونش عندنا مشكل في نقولوا لا ما عرفناش ليهم ولا شنو هما ولا داكشي. علاش هانتوما كيما كتشوفوا هذا هو المايونيز اللي منسم بالاعشاب وبالثومه وب القزبر والمعدنوس. دابا غادي نمشيو للصلصه الثانيه اللي غادي نعطيكم المقادير ديالها اللي حتى هي لذيذه، ما غاديش نشكرها لكم، يعني غتجربوها وغادي تعجبكم بزاف بزاف. ما غاديش نستعمل فيها هذه المره الملحه لان عندي الهريسه كتكون مالحه. عندي معلقه ديال الهريسه، معلقه صغيره وعلى حسب الحروره عاوتاني اللي بغاها. وعندني عندي فلفله حلوه مشويه، فلفله صغيره ماشي فلفله كبيره على حسب المذاق. ها انتما غنستعملها الهريسه وفلفله مشويه.
ما غاديش نستعمل الحامض، ولكن اللي بغى الحامض اللي عزيز عليه المذاق ديال الحامض يستعمله. انا بغيت شويه الهريسه، المذاق ديال الهريسه والفلفل يكون طاغي شويه يكون باين. ودرنا البيضه كما قلنا، وحنا غنضرب على بركه الله. الصلصه ديالنا بفلفل حلوه، وفلفل حلوه مشويه، والهريسه لذيذه لذيذه بزاف. ممكن تمشي مع الطاكوس، ممكن تمشي مع المشويات، ممكن تمشي مع الدجاج مشوي، ممكن تمشي مع كل شيء. بنينه بزاف، من ألد ما يكون. غير جربوها، ممكن تضيفوا ليها البصله او لا ثومه غبره، ممكن تضيفوها، ولكن هذه كتعوضكم على لاصوص الجيريان، ما تحتاجيش باقي تستعملي لاصوص الجيريان. ودابا غادي نبارطاجي معكم واحد المايونيز، غادي نضيفو، غادي نستعملو نيت المايونيز اللي سبقنا في الاول الكلاسيكي، غادي نضيفو ليه واحد المنسم اللي هو كيجي لذيذ وكيتماشى مع كلشي كما قلت لكم، كيتماشى مع المشويات، مع الحوت، مع كلشي. غادي نشدو مايونيز اللي سبقنا العادي اللي درنا في الاول، ها هو قسمنا هذا على نص تقريبا هيك. غادي نضيفو ليه الزيتون مقطع ومعلقه صغيره ديال الزعتر. هذا راه كيجي زوين زوين، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. ممكن تضيفي ليه ثومه غبره، ممكن تضيفي ليه بصله مشلضه رقيقه مقطعه. هذا راه كيجي لذيذ بزاف مع جميع انواع السمك، مع السردين مشوي، مع الحوت معمر، مع ممكن تستعمليه في جميع انواع الصلصات. كيجي لذيذ كما كتشوفي. والان ختامها مسك وختامها، غنديروا مايونيز الحلو اللي كيمشي مع كان واحد الشطاطه، غنوريها لكم واحد الشطاطه حلوه كيجي فيها هذا مايونيز لذيذ. مايونيز الحلو جربوه زعموا عليا، راه لذيذ وزوين. هانتوما غندير جوج معالق صغيرين ديال الحامض ياك، بلاتي نحيد واحد لعنط، وندير البيضة اللي هي الأساس ديال المايونيز، وغادي ندير معلقة كبيرة ديال الكيتشوب، وغادي ندير جوج معالق صغار ديال سنيدة. في عوض الملحة كنديرو سنيدة. هذا راه كيجي لذيذ بزاف.
هذا هو الشكل النهائي مشاهدي الاعزاء اللي قدمنا لك ديال الصلصات اللي قدمت لكم، وهذه هي الصلصه الحلوه، جربوها راه لذيذه، ما غاديش تستغناو عليها في جميع انواع لي سلطات. كنتمنى هذا الشيء اللي قدمت لكم اليوم يعجبكم. كنشكركم بزاف بزاف، وشكرا على التعليقات وعلى الدعم وعلى المشاهده، وما تنساوش لايك وسبسكرايب والكومنت، والى الملتقى ان شاء الله. ودائما كنتمنى يا ربي نقدم لكم كل ما هو مفيد وجديد، وكنتمنى نفيد ونستفد معكم. الى اللقاء.